ترى أسعد الإيلاء بن كيران رئيس الحكومة اليوم الجمعة بالرباط اجتماع الدورة 13 لمجلس التوجيه الاستراتيجي لوكالة الشراكة من أجل التنمية الذي ينعقد على بعد يومين من اختتام برنامج تحدي الألفية المغرب. لا بد أن نشير أن البرنامج الطريقة باش وضعناه مع الأمريكيين والحرص ديالهم على الاحترام ديال التفاصيل وديال وضع النقط على الحروف في كافة المجالات يعني عطى واحد الدفعة قوية جدا ودخل واحد المفهوم في التسيير ديال الإدارة الحديثة بالنسبة للقطاعات اللي تعاملت معه. وانا شخصيا قلت هذا الكلام وتنكرر وتنعتبر هذا هو الفائده الكبرى اللي تحققت فضلا عن الفوائد الاخرى اللي ساهمت بدون شك بالتخفيف من الفقر وبالتيسير ديال الامكانيات ديال الانتاج في واحد العدد ديال المجالات لواحد العدد ديال الناس. برنامج ديال التحدي الالفيه هو برنامج يعني كيهلك الاقتصاد الاجتماعي ديال بلادنا، والحمد لله انه يعني المساهمه اللي كانت ديال الدوله المغربيه كانت مساهمه فعاله وجديه، والقطاع ديال الصيد البحري والقطاع الفلاحه عرف نجاح كبير بحيث انه توصلنا انه لا التزامات ولا الاداءات ان غادي نوصلوا فوق من 98% من البرنامج اللي هو مسطر. عملنا واحد العدد ديال المشاريع اللي هي مهمه وكتفل تهم واحد العدد من الفلاحه الصغار ومن كذلك الصياده الصغار. وتم التاكيد خلال هذا الاجتماع على اهميه استخلاص الدروس الممكنه والنتائج الايجابيه لنموذج التدبير المتميز الذي واكب تنفيذ هذا البرنامج من خلال اجراء تقييم موضوعي، على اعتبار ان المقاربه المعتمده لانجاز المشاريع المبرمجه في اطار حساب تحدي الالفيه المغرب شكلت نموذجا متميزا. الرقم 97% كنسبه انجاز هو رقم مهم، ما كان لنحصل عليه لولا تضافر جهود جميع الجهات. من طبيعة الحال هذا الرقم يثلج صدورنا، أولا لكون البرنامج شهد نجاحا كبيرا، إضافة إلى ذلك التجربة التي اكتسبها أطر الوزارة سوف يعينهم لا محالة على مشاريع جديدة سواء بالميزانية الخاصة للوزارة أو في إطار التعاون الدولي سواء في الصيغة الثانية لبرنامج تحدي الألفية. تنعتز بالنتائج اللي حققها هذا البرنامج واللي هي كتشكل في 98% من الالتزامات، وإن شاء الله غادي نحققوا 95% من الأداءات. وتنتمنى المليونين نسمة المغاربة اللي استفدوا من هذا البرنامج نكونوا زعما وكبناهم بشكل جيد حتى تتمكن الاستدامة ديال هذا الاستثمار اللي دار لا في عند الفلاحين ولا عند الصيادين التقليديين ولا عند المهنيين في الصناعة التقليدية. ويتوخى برنامج حساب تحدي الألفية الذي رصد له غلاف مالي بقيمة تفوق 690 مليون دولار محاربة الفقر عن طريق التنمية الاقتصادية من خلال إنجاز عدة مشاريع في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والصناعة التقليدية والقروض الصغرى ودعم المقاولات ومحو الأمية الوظيفية والتكوين المهني.